في يوم من الأيام وتحديدا في مكان اسمه غدير خمر، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان بجانبه الإمام علي عليه السلام، فخاطب جموع المسلمين وقال: ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأخذ بيد الإمام علي حتى بان بياض إبطيه كما ذكر في الحديث والرواية، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عداه وأدر الحق حيث دار. وانتبه إلى هذه التفصيلة اللغوية: أدر الحق حيث دار علي، ولم يقل أدر علي حيث دار الحق، أي أن اليقين بأن علي دائما مع الحق أكثر وأعظم من يقين الحق نفسه. إلا أنه عندما تولى أمر المسلمين لم يطع، وهو علي بن أبي طالب، فقال قولته الشهيرة: لا رأي لمن لا يطاع. لذلك للإنسان دائما أحباب وأعزاء يراهم يرمون نفسهم بالتهلكة، فهو يحزن عليهم، يقوم بالنصح، بتقديم النصح، لكن ساعات الإنسان يأخذ الكبر، الإنسان الذي يأخذه الكبر يفقد البصيرة، ومن يفقد البصيرة يتخبط في التيه كما تخبط بني إسرائيل. لذلك لا تحزن إذا قدمت نصيحة لإنسان عزيز عليك وما استمع لهذه النصيحة، هذا هو واجبك. يعني أنت ما تستطيع أنك توقف إنسان عن إلحاق الضرر بنفسه بالإكراه بالقوة، لأن بعدها المحبة راح تصبح بغضاء وعداوة، وأنت لا تريد بالمحبة أن تصبح كره. لذلك افعل ما يتوجبه عليك العقل، وما تستوجبه عليك المحبة الخالصة المحضة. قدم النصيحة واترك كل إنسان يختار مستقبله بنفسه، ما في شيء بيدك.